الآن ننتقل إلى خبرنا الثاني الذي يقول: وزارة الإسكان تنسق مع وزارة المالية والنقد لتنفيذ الرهن الميسر. معنا في هذا الموضوع المهندس فهد الصالح وهو مختص في التخطيط العمراني والإسكان. مرحبا بك مهندس فهد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك مهندس فهد. بشكل عام، إلى أي حد ممكن أن تساهم هذه الخطوة في الحل في حل قضية الإسكان بشكل عام في السعودية؟ هو بلا شك القرار الذي أصدر مجلس الوزراء الخامس الأول بخصوص قطاع الإسكان وتحديدا برنامج الرهن الميسر لمستحقي الدعم السكني هو خطوة إيجابية في فتح قناة تمويلية لمستحقي الدعم السكني. الجميل أيضا أن تتوالى مثل هالخطوات الإيجابية في سبيل معالجة أزمة السكن، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا القرار لوحده كافي، بل بالعكس يتطلب أيضا كبح جماح الأسعار المتضخمة والمرتفعة في قطاع الإسكان، لأن مهما توفر التمويل لدى مستحقي الدعم السكني يظل ارتفاع الأسعار المساكن إلى هذا الحد المرتفع جدا، فلن يستطيعوا ولن تتمكن القدرة الشرائية لديهم للحصول على تمويل وشراء مساكن. نعم، هي يعني جرى الحديث أيضا عن نقطة أخرى تخص قضية انخفاض الرواتب في السنة القادمة، هل ممكن أن يؤثر ذلك أيضا في القضية التي ذكرت؟ نعم، ذكرت قبل قليل هو القدرة الشرائية أو الملاءة المالية التي الآن بمقدور المواطن أنه يستطيع الحصول عليها. اليوم فتح خيارات أكثر للتمويل قد لا يكون إيجابي إذا فتح الأمر على مصراعيه. قد ندخل في أزمة الرهن العقاري التي وقعت فيها الولايات المتحدة في عام 2007 ميلادي، حيث قامت البنوك هناك بفتح قنوات التمويل على مصراعيها لذوي الدخل المحدود، ومن ثم كانت هناك تعثرات وعسر في القدرة على تسديد الأخفاض التمويلية، وبالتالي سحبت تلك المنازل من مستحقيها وحصلت مشكلة أزمة الرهن العقاري المعروفة في أمريكا. ما لم تكن هناك حلول شاملة تتعلق بقضية كبح جماح الأسعار المرتفعة وموائمتها مع قدرة ومدخولات الأسر، قدرة الأسر ودخولها السنوية، فلن يتم حل أزمة السكن. نعم، لكن مهندس فهد بشكل عام هذه الخطوة، يعني هل ترى أن البنوك ستأخذها بعين الاعتبار بالأساس نتيجة للخطوات السابقة التي لم تأخذ في الاعتبار قضية انخفاض الرواتب؟ الآن بدأت البنوك تتحرز بطريقة أكبر من السابق، يعني إشكالية الرهن الوقوع في الرهن العقاري وما عليها لن تكون مشكلة أمام البنوك في المرحلة المقبلة. طبعا هو ما يخشى منها الآن هو أنت يعني البنوك لديها إدارة مخاطر حقيقة، فيخشى أن تقوم البنوك برفع نسبة الفوائد البنكية، بالتالي يتحمل المواطن أرباح بنكية عالية وفوائد عالية، في الأخير قد يستطيع في بداية الأمر من سداد بعض الأخفاض، ثم في منتصف الأمر لن يستطيع استكمال تلك الأقساط لأنها ستبقى الكاهلة حقيقة وسترهق تلك الفوائد البنكية العالية. نعم، المهندس فهد الصالح مختص في التخطيط العمراني والإسكان، شكرا جزيلا على مداخلتك.